الرمزي من شانكاري أعلى ربات. يا أهلا يا سهلا بالعثمان للأبهة الفخفاخة. طلبات السيادة ديك رومي سمين. عناية يحدو حالا. ديك رومي ولا ديك تركي؟ دكتور السوداني حضر. تركي وسوداني وعربي، هو ايه؟ زار ولا عصبة قمر؟ بدستور بدستور يا اصحاب الاوامر والاحكام بدستور. ده كلام يرضي ربنا ده؟ فين شنطتي؟ خلينا اخرج من هنا. فرف الدولاب من فوق. فهمت طلباتك وحقي حاجاتك. انا شايفه ان الطلبات كل مدى في الزايد. لم لسانك يا بنت وما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. ده انا ليا فيه بدل الهم همين، ولا الاسورتين الذهب شبكتي ما يتحسبوش. يا حبيبتي امك فداها الدنيا وما فيها. ما هو مش من جيبك، هو الكلام على جمرك. انت مش كنت خارجه؟ ايوه، لكن عايزه افهم ست الشيخه اني مش هسكت على الامور دي تاني ابدا، والا هبلغ البوليس. بوليس يا قلة الادب؟ والله عاد كبرتي وقدرت تفتح عليك فيا. ننامه في الشارع ولا عند الجيران ولا في اي هدايا، ونسيبه للتركي والسوداني وابو الغيط يعمروا بدماغهم. انا هنجن يا اخواتي من الحرمه دي وعمايلها. العفو العفو والسماح. تعالي تعالي تعالي. الناس بتقول يا بارد وانت بتقول يا حامل. ايه يا معلم؟ قضيت خلاص، ما بقتش قادر. دول 100 جنيه اللي صارفهم دلوقتي عشان يطلعوا من جتتها، لا بيطلعوا ولا بينيموني. بكره ترق وتبقى زي الفل وتتهنى معاها هنوت المساعدين. المساعدين؟ المساعدين اللي ما عليهمش برا لحد من مخاليج ربنا، وانا بقيت مديون لعباس الزفر فيما يستنوف عن 80 جنيه. ننامو ازاي ونتهنوا ازاي ولسه فيه طلبات ودين وفقر؟ ده مش فقر، ده قلة عقل. اللي بيقولك عليه مدينه شويه شويه هيبوس ايديه عشان ينول الشرف الغالي ويتجوز بنته ويناسبه وحضرته ويتقبى. تتجوز عباس الزفر وتتمرغ في عزه وخيره، ولا تفضل حكيمه في البحريه يوم ورديه ليل ويوم ورديه نهار؟ محدش واخد بنتي غير ابن اخويا ناديه الرجب، ورجب لناديه ولو نمت على البلاط. اه لو تشوفي كسبه ولا هيئته سرجب بتاعه. عارفاه يا اختي عارفاه. لا وعلى حته مخ ما فيهاش ريحه المخ، ده غير هربان الدم والكسوف. يا معلم حنفي، ده على راي المثل بيختشي من بنت عمه. لكن هيجيب منها عيال غصب عنين عين ابو الغيط. انا خارج يا بابا. خارج؟ خارج. ولا خليكي سريح لو كنت تعبانه. راحتي بره مش هنا. يلا بينا يا بنتي. ايه ده بني ادم ده اللي مش عارف صالح بنته فين؟ عشان تعذريني بس. انت معايا يا ست شيخه؟ عندك العيب يا اختي، هي البيوت تنفتح بالقرابه؟ ده البيوت بلعت فلوس. المعلم عباس مدندش وساخي، ماله يغطي مراته ذهب وحماته زارات. اسمعي سيب الحكايه دي عليا انا. سركوا يا اصحاب الكرامات علشان نجيب الطلبات. ايه خليتك بعافيه بقى، ما بدري على فين. الله ناديه، يا صباح الخير، يا صباح الطبالي، يا مراكب الانوار، البحر زاد ميه بوجودكم. انا طلعت لك الفطار قرب الفجر ما لقيتكش. ايوه ما هو كنت اصلي. الله شايف يا بابا؟ لا ابن اصلي علا. الله امال طالع لعمي وبحب بنت عمي. بس مش لازم ماما تعرف ان رجب جاب لي اسوره جديده، احسن بعدين تاخدها وتبيعها عذار زي الاسورتين التانيين. ان شاء الله دي المره الاخرانيه. مبروك يا بنتي، مبروك يا رجب. الله يبارك فيك يا عمي، بس ربنا يتمم بخير ويبعد عننا عباس الزفر.